إرساء عطلة للآباء العاملين في القطاع العام مدتها 15 يوماً مدفوعة الأجر. قرار يأتي عقب اتفاق ثلاثي وقعته الحكومة مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب والمركزيات النقابية. الخطوة تندرج في إطار الانسجام مع مبدأ التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الخاصة من أجل اقتسام مسؤولية رعاية المولود الجديد في أيامه الأولى. بالنسبة للاتفاق الموقع مع الحكومة مع الأطراف المشكلة الحوار الاجتماعي هو اتفاق احنا تنعتبروه في داخل المرصد هو اتفاق إيجابي في ظل واحد الظرفية اقتصادية اللي هي صعبة. في واحد المجموعة من النقاط اللي هي نقاط جد إيجابية واللي غتنعكس بشكل مباشر على الطبقة العاملة المغربية واللي كتماشى مع واحد المجموعة من الأهداف والاستراتيجيات اللي سنها المغرب، من بينها الاتفاق المتعلق النقطة المتعلقة بالإجازة الأبوية. تفاعل المغاربة مع قرار التمديد متباين بين مؤيد ومعارض للفكرة. هذا الاعتراض ربطه بعض من قابلناهم في الشارع المغربي بإمكانية عدم التزام جل الآباء المستفيدين من عطلة الأبوة بواجبهم تجاه أسرهم. هاد القرار هذا يعني كيعاون يعني الأب عنده دور كبير باش يعاون الزوجة ديالو في البيت ديالها في لو بيبي، يعني يعاونها في شي أمور سيرتو كتكون عيانة في ذاك الوقيته وداك الشيء. ومنين جا هذا القرار في هذا الوقت هذا يعني الحمد لله يعني مزيان، هو كان خصو يكون من هذه شحال ولكن منين جا دابا مزيان الحمد لله. بالنسبة لهذه الفكرة هذه انا تتبان لي زعما فكرة جيدة وتتحسب لهذه الحكومة وتنطلعوا زعما باش هذه المبادرة هذه تطبق حتى على القطاع الخاص. لما لا؟ حتى هما مساكن يستافدوا من هذا الكان الجور كيف ما حنا استفدنا منها ولا لا؟ وهي فكره مزيانه اللي كتثبت حقوق المراه، ولكن بشرط واحد هو ان خص الرجاله يلتزموا باعانه ديال العيالات ديالهم في هذه الفتره العصيبه، لان كنعرفوا بان عدد من الرجاله في هذه الفتره عادي تيخرج ويمشي القهوه ويمشي المهم كيخلي المسؤوليه ديالهم. رعايه الاطفال الرضع مسؤولية مشتركة بين الزوجين. القرار يأتي لتعزيز ثقافة أسرية جديدة يكون فيها للوالدين معا دور في رعاية الأبناء وبناء خلية أسرية متوازنة.